اول حاجه انا شايفه واحد هيجي على البيت يخطب، اول ما هيدخل قبل ما اتعرف عليه او اقعد معاه هقول له اكتب عقد؟ لا، بعد ما يشرب الشاي والجاتوه يعني بعدها باسبوع بعدها باسبوع يعني. طيب. هي الدكتوره زينب، خلينا برضو نبقى منصفين في التقييم، يعني هي مش قصدها ان اول ما حد يخبط على الباب ويجيب له القهوه يعني في فتره يخش ويشرب شايه وياخد جاتوه وياخد ضيافته ويبات ليلتين وبتاع كل الحاجات يعني دي تمام. في فتره وبعدين في لو فترة حسينا بقى ان في قبول وبتاع وانه هنخش في الجد، طب قبل ما نخش في الجد واحنا بنلبس دبل امضي، مش كده يا دكتوره؟ اي فندم بالظبط. طب لا يضايقك فين؟ طب لو ما اتفقوش هيروحوا فين؟ مين اللي ما اتفقوش؟ لو الطرفين ما اتفقوش مع بعض او لو ما اتنفذتش بنود العقد خلاص ده حقهم. لا ده انا بقول لك هو عقد رضائي هيروحوا فين. لا انت عامله، انت عامله شرط جزائي في العقد مش كده؟ انا ما عملتش عقد. لا اللي انت يا استاذه اللي انت بتطالبي مني يعني هيروحوا محكمه. انا هقول لا مش حاضر. انا عايز افهم منها عشان ده بديك كلمه مش لازم نسمع بعض. انا قانونيه وبتكلم من الناحيه القانونيه. انا قصدي يا عبله هانم انه حضرتك قايله انه في شروط والتزامات على كل طرف في العقد صح؟ ايوه. من يخل بشرط او بالتزامه عليه عقاب. بيقولوا مش عقاب، ده هم اللي بيتفقوا على الشرط. انا عارف. يعني هو بقى الاستاذ زينب هنا بتقول لك حضرتك الشرط الجزائي انا جايباه منين؟ انا بتكلم من الناحيه القانونيه. منين الشرط الجزائي ده؟ اذا الاثر المترتب على عمليه فسخ الخطوبه اصاب احدهما ضرر بيرفع دعوه طبقا لاحكام القانون المدني. طب ايه اللي يمنع، ان القانون المدني النص اللي فيه عشان الضرر وايه المقابل اللي هياخده مقابل كده ما نحطه في قانون الاحوال الشخصيه، احطه ليه في القانون المدني عشان يبقى اقل، علشان الدواير حتى تسمح ان انا اعرضه. طب ليه؟ طب هنا سؤال استاذ زينب، هنا منطقي وفكري. طيب